أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية لسكان قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني في يومها 27 بعد المئة، يوم لم يختلف عن سابقيه من الأيام. تواصل آلة القتل والدمار الصهيونية سفك مزيد من دماء المدنيين العزل في غزة وتهدم كل بنيان في المدينة، بل ويلوح قادة الكيان بالمزيد عبر عملية عسكرية في رفح، ما يهدد حياة ومصير 1,400,000 فلسطيني من أبناء المدينة والنازحين إليها الذين يعيشون جميعهم في ظروف إنسانية قاسية. تهديد قُبل بتحذيرات دولية وأممية من مغبة إقدام الكيان على تنفيذه، في حين حملت المقاومة الفلسطينية واشنطن مسؤولية تبعاته رغم إعلان البيت الأبيض عدم دعمه لأي هجوم عسكري على رفح، وتغير للهجة الرئيس الأمريكي بايدن للهجة خطابه إزاء الحرب على قطاع غزة بشكل ملفت بعد دخول الحرب شهرها الخامس. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه التغطية التي ينضم فيها إلينا كل من صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان من رام الله. أهلا بك دكتور صلاح. تحياتي خابر. أهلا. وأيضا الدكتور وسام عطلة الباحث في الشؤون القانونية والسياسية التحق بنا من إسطنبول. أهلا بك دكتور وسام. أهلا ومرحبا بك والسادة المشاهدين. أهلا. ربما ضيفي البداية بالتحذيرات والدعوات الدولية والأممية من مغبة تنفيذ الكيان الصهيوني وعيده بهجوم على مدينة رفح. أولا، هل فعلا سيقدم الكيان على هذه المغامرة رغم الرفض الدولي والأممي الواضح لها؟ سؤالي للدكتور صلاح الخواجة. تحياتي لك وعلى الأخوة والأخوات المشاهدين. الهجوم بدأ ودولة الاحتلال أطلقت صواريخها من ليلة أمس، وحتى أكثر من ذلك حتى على معبر رفح تم إطلاق الصواريخ، وتم ارتكاب 17 مجزرة صبيحة هذا اليوم في قطاع غزة، وخلال 24 ساعة في قطاع غزة وارتقى أكثر من 115 شهيد. وبالتالي دولة الاحتلال هي في إطار التخطيط، هذا تخطيط مبيت له، أن تضغط على كل الفلسطينيين في قطاع غزة لأن يتم تشريدهم وتهجيرهم إلى منطقة رفح، وتحصر أكثر من 1,300,000 إنسان الآن في منطقة رفح، وبدأت بتجاوز الحدود حتى في إطار ما تسمى باتفاقية جام ديفيد الذي يمنع مساس في السيادة المصرية. هي اليوم ضربت معبر رفح بشكل كامل، وضربت بالمنطقة التي يرفع عليها العلم المصري، وبالتالي هي دولة الاحتلال لا تعترف لا باتفاقيات ولا تعترف حتى بمنظمات دولية، وكل التحذيرات التي كانت خلال الأيام الماضية هي عبارة عن تحذيرات وهمية، لأنها لن تجد سوى التنديد والاستنكار والإدانة في مواجهة إسرائيل، وبالتالي لن تؤخذ خطوة واحدة في ملاحقة إسرائيل ولجم إسرائيل واتخاذ قرارات حازمة بحق دولة الاحتلال الذي ما زالت تمارس الإجرام منذ عام 67 حتى اليوم، لن تتوقف في جرائمها ولا في نكباتها ضد الشعب الفلسطيني. هذه جريمة منظمة، هم يريدوا الآن أن يثقلوا الأعباء على الفلسطينيين في قطاع غزة تحت وطأة الصواريخ والقنابل وعمليات إطلاق القذائف المستمرة على أهلنا وتحديدا في منطقة رفح، ليخلقوا حالة من الضغط على الفلسطينيين للهجرة باتجاه مناطق أو الأراضي المصرية. هذا ما تريده دولة الاحتلال، وكل التعزيزات العسكرية المصرية
لمنع الفلسطينيين من دخول المعبر نتيجة القصف المستمر، هي محاولات بدل أن تكون للضغط على الفلسطينيين وإبقائهم تحت صواريخ الاحتلال وقنابل الاحتلال، كانت يجب أن تؤخذ موقف واضح وصريح وجريء ضد دولة الاحتلال، حتى لو أعلنت رسميا عن وقف أي نوع من العلاقة بخطوات متصاعدة، وأن لا تبقى الأمور على ما هي والجرائم مستمرة، ومصر فقط تقوم بدور الرد العدوان إضافة إلى محاولة التوجيه من دولة الاحتلال حتى في إطار المحكمة العدل الدولية، توجيه الاتهام بأن دولة الاحتلال لن تمنع من فتح المعبر ولكن مصر هي التي تغلق المعابر، وبايدن بتصريحه أنه طلب من الرئيس السيسي وضغط عليه لفتح المعبر. هذه الاتهامات لمصر يجب أن ترد عليها مصر بموقف حازم وواضح وعروبي وصريح، كما كانت الوحدة العربية في العدوان الثلاثي على مصر في عام 56، أو الموقف العروبي الذي كان داعم لمصر في عام 73. اليوم هناك مسؤولية كبرى على القيادة المصرية أن تتخذ قرار وتدرك إسرائيل سوف معنى نأتي. دكتور أي صلاح، ممكن أن يتخذ دكتور صلاح على بخصوص هذه النقطة تحديدا، أتوجه لدكتور وسام عطلة. سمعت ضيفي من رام الله، مسؤولية ثقيلة على مصر الآن وعليها أن تحدد موقفها بشكل جيد من الأحداث في قطاع غزة، ولكن هل يمكن من الناحية القانونية للكيان الصهيوني أن يقدم على عملية عسكرية واسعة خاصة في محور فيلادلفيا وفي منطقة رفح دون التنسيق أو موافقة مصر وأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ بداية، العدو الصهيوني لا يلقي بالا لكل القوانين والأعراف الدولية، بمعنى هو انتهك كل القوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية، يعني أبسط الأعراف الدولية والاحترام المتبادل بين الدول انتهكتها إسرائيل أمام مع كل دول العالم. في هذه الحرب الإجرامية المستمرة لليوم 27 بعد 100 على التوالي، وارتكاب أكثر من 2000 مجزرة، والتهديد باجتياح رفح، بالمناسبة يعني اجتياح رفح كان أساسا متوقع منذ البداية، يعني هذا العدو انتهج نهجا واضحا ومتسلسلا في قطاع غزة، بدأ من محور الشمال، من محافظة شمال غزة، من محور الشمال الغربي، ثم انطلق إلى باقي المحافظات وصولا إلى رفح، وعمليا يعني بدأ بتهجير المواطنين الآمنين، التهجير القسري وهو مخالف أيضا للقوانين الدولية، والذي جرأه على انتهاك كل سيادة الدول، ومصر منها من ضمن هذه الدول، هو لم يصب في طريقه أحد صراحة، يعني سوى دولة جنوب أفريقيا مشكورة عندما رفعت هذه الدعوة والملف القانوني القوي. اليوم مصر أمام اختبار تاريخي، من يعني بات ملحا في ظل التهديد باجتياح رفح، لكن الموقف التاريخي كان مطلوب من أول دقيقة، الموقف الواضح كان مطلوب من أول دقيقة في الحرب، لأن التاريخ سيسجل لكل دولة ما لها وما عليها، وأولى لك فأولى دولة الجوار هي التي يفترض يعني فتحت حدودها وفتحت مستشفياتها وأدخلت كل شاحنات الغذاء، حتى أن إسرائيل التي تفرض سيطرتها غير المباشرة على المعبر، يعني هي تنتهك السيادة فعليا، نحن نعتبر المعبر مصري فلسطيني، لكنه يخضع للقرارات الإسرائيلية ولتهديدات الجيش الإسرائيلي، لا يدخل أي شيء من المساعدات إلا بموافقة إسرائيل، لا يخرج أي مريض أو جريح للعلاج إلا بموافقة إسرائيل، بل إن المرافقين مع المرضى والجرحى أيضا بموافقة إسرائيل. اليوم إسرائيل إذا أرادت اجتياح رفح لا تنتظر أساسا موافقة مصر أو غيرها، هو فعليا كل هذه من وجهة نظري الزوبعة الإعلامية ما هي إلا الضرر للرماد في العيون، ما يجري فاق كل الأوصاف وفاق كل الاعتبارات السياسية والسيادية، إذا لديهم هدف، وأنا في توقعي أنهم سيدخلوا رفح وسيجتاحوا رفح،
وسيكملوا مسلسلهم في كما بدأوه من شمال قطاع غزة. هم عمليا دخلوا كل المحافظات، دخلوا كل المناطق الجغرافية، كما يقول نتنياهو اجتاحوا كل المناطق الجغرافية للكتائب القتالية وللمقاومة الفلسطينية التي تواجه هذا الجيش الإجرامي، وبالتالي لن يقوم بعد ذلك بترك رفح وترك كما يقول انه يوجد بنية عسكرية بداخلها قوامها 6 كتائب مشاة، 6 كتائب عسكرية، لن يتركها ولن يحسب أي حساب لأي دولة عربية ولا أي دولة في العالم، بل على العكس انه بعد قرارات محكمة العدل الدولية وإمهالهم فرصة شهر حتى يردوا بخطاب للمحكمة يوضحوا فيها الإجراءات التي قام بها الجيش الإسرائيلي لمنع ارتكاب المجازر الجماعية، المجازر الإبادة الجماعية، أمعنت إسرائيل في إجرامها واجتاحت خان يونس رغم أنها ألقت المناشير المنشورات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات القيادة الإسرائيلية أو بالمنشورات الورقية التي تلقيها الطائرات فوق نعم رؤوس الآمنين المواطنين في قطاع غزة، وهي التي كانت تطالب المواطنين بالذهاب إلى جنوب الوادي جنوب قطاع غزة، ومع ذلك اجتاحت خان يونس واجتاحت مقرات وكالة غوث وتشغيل نعم للاجئين دكتور الأونروا. وسام، أفهم أنك أم أفهم منك أن نعم دكتور وسام أفهم منك أن الكيان ماض في مخططه وتهجير سكان غزة قصرا، ولكن دعني أتوجه بسؤال للدكتور صلاح الخواجة عن المذكرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تلزم كل الدول التي تستفيد من مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى أو عفوا أن تتلقى كل الدول التي تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية بما في ذلك هذه المرة لم يستثنى الكيان الصهيوني من إصدار شهادات مكتوبة بالامتثال للقانون الإنساني والدولي. في رأيك هذه المذكرة أين موقعها من الأحداث، وهل يمكن أن تكون حجر عثرة أمام مواصلة الكيان لمجازره في غزة؟ هذه ورقة فقط تستخدم لامتصاص الغضب الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ولمحاولة تبرير موقفها في الدعم المفتوح لدولة الاحتلال على الصعيد الداخلي الأمريكي، وهي تريد أن تضلل الشعب الأمريكي أكثر وخاصة الجاليات التي بدأت تنظم حراك لإسقاط بايدن وعدم التصويت في الانتخابات القادمة لبايدن، وهي محاولة الدفاع عن نفسها أمام التحالف العربي في المنطقة العربية والتخفيف من النقمة الشعبية العربية ضد كل المصالح الأمريكية. ولكن هذا مثل الضرر الرماد في العيون، الواقع شيء وهي الحقيقة المثلى، ومحاولات التضليل شيء آخر. الواقع هي أن دولة الاحتلال تعطي الإعاز بالكامل أو عفوا الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إعاز كامل لدولة الاحتلال لممارسة كل الجرائم وتسلحها وتطمئنها بالمعنى المالي والاقتصادي وتوفر لها كل الإمكانيات الأمنية وتدعمها سياسيا أمام الموقف الذي تبنته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية. بذلت كل جهد ممكن كدبلوماسية وبالمعنى القانوني لحماية دولة الاحتلال لتحاول أن تخفف من أي إجراء قد يتخذ في المحكمة، وكان التوافق الذي جرى ما بين القضاة كحالة إجماع في حده الأدنى، ولكن لم يكن في حده الأعلى، ولكن أعطي شهر كامل. والتقطت دولة الجزائر الموقف وحاولت أن تحرك القضية أكثر بأن تكون إلزامية في مجلس الأمن، ولكن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية لتحاول أن تمتص هذا الحراك مرة أخرى كما صوتت حينما ترى أن الأمور أخذت منح التصعيد، تلجأ إلى اتخاذ قرار الفيتو. نحن اليوم أمام معركة ليس فقط ضد دولة الاحتلال بل بحلفائها الداعمين لدولة الاحتلال وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر المناخ السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري والأمني لدولة الاحتلال. ولولا
اليوم واضح لكل الدول وكل شعوب العالم. لولا الموقف الأمريكي، إسرائيل كانت في حالة من الفكفكة الداخلية وعدم الثقة الداخلية والانقسام الداخلي في دولة الاحتلال، والهجرة الطوعية لمئات الآلاف من المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 48. ولكن إسرائيل اليوم تحاول أن تعوض عن ضعفها وعن ما حصل من فشل كبير وانتصار لصالح المقاومة في 7 أكتوبر، سواء بالمعنى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو العسكري. نحن نعتبر 7 أكتوبر كان هو عبارة عن عملية حققت نتائج كبرى للشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل تريد أن تدفعنا الثمن والفاتورة أن تكون كبيرة للشعب الفلسطيني حتى تستعيد أو تحاول أن تستعيد ثقة المستوطنين في حكومة الاحتلال، ولكن هذا لن يحدث. والأزمة تتسع والمظاهرات تطالب في داخل الأراضي المحتلة عام 48 من المستوطنين تطالب بإسقاط نتنياهو وحكومة نتنياهو. وبالتالي اليوم نحن أمام حالة، المطلوب مواقف تلجم إسرائيل دوليا، المطلوب حراك حقيقي في إطار المنظمات الدولية التي بدأت تفقد دورها ومكانتها وحضورها وتفقد ما تسمى بمبرر وجودها كمنظمات دولية. سوف نأتي اليوم دكتور صلاح الخواجة. دكتور صلاح الخواجة استبقتني إلى هذه النقطة، ولكن دعني أبقى في هذه النقطة، النقطة التي كنت أتحدث عنها مع الدكتور وسام عطاء الله. دكتور وسام ضيفي من رام الله يؤكد أن ما هذه المذكرة لا قيمة لها وهي در للرماد في العيون. لا أدري إن كنت توافقه على ذلك، وإذا كنت توافقه على ذلك فهناك أيضا انتقادات من اللوبيات الصهيونية لبايدن، وهو بالتالي لا يربح شيئا داخليا بهذه التصريحات. باعتقادي أن الرئيس الأمريكي بايدن يواجه الآن معارك طاحنة داخليا لديه، لأنه مقبل على انتخابات رئاسية وهذه آخر سنة في ولايته، ولحتى الآن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب ترامب، يعني تقدم ترامب عليه في الاستطلاعات، حتى أنه قبل أيام كان في إحدى الولايات ذات الأغلبية العربية، وقد يعني واجه انتقادات شديدة في كل مكان يذهب إليه، يواجه انتقادات وترفع أمامه صور الأطفال والنساء الذين استشهدوا في غزة. هل أنه 70% من الشهداء النساء وأطفال هل لهم علاقة بالمقاومة الفلسطينية في غزة؟ هذا كذب. بايدن دعم إسرائيل منذ 7 أكتوبر على أنها من حقها الدفاع عن النفس، وأتى بحاملة الطائرات وأرسل وزير خارجيته ووزير الدفاع ليشاركوا في كل كبيرة وصغيرة، وحضروا تشكيل مجلس الحرب منذ اللحظة الأولى، وأمريكا تعطيهم الغطاء الكامل، وشكلوا ما يشبه تحالف دولي ضد غزة. الآن بعد قرار محكمة العدل الدولية، من وجهة نظري وإجماع القضاء على معقولية قبول المحكمة للقضية لدعوى الإبادة الجمعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والذي شكل صدمة لإسرائيل حيث كانت تعول على أنه ثمن قضاء على الأقل يصوتون يعني ضد الدعوة، وبالتالي ترفض شكلا، يعني ترد شكلا ولا تنظر أصلا موضوعا. مجرد أنه قبول الدعوة أمام المحكمة، هذا شكل صدمة كبيرة لأمريكا وإسرائيل، رغم أنه رئيسة المحكمة أمريكية. وبالتالي من وجهة نظري أنه تصريحات بايدن هي انعكاس ما بعد قرارات المحكمة، يريد تبرئة نفسه وخلق يعني جو عام أنه لا يرضى عن تصرفات الجيش الإسرائيلي، وقد بالغ في الرد. هذه تصريحاته في الأيام الأخيرة، أنه إسرائيل بالغت في الرد، يدعو لإدخال المساعدات الغذائية لتسهيل ممرات إنسانية لكل هذه الأمور، وكأنه حملا وديعا. هذا لن يعفي بايدن من مسؤوليته الجزائية والسياسية في صندوق الانتخابات أمام الناخبين الأمريكيين، والجزائية أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث تقدم 500 محامي من دولة جنوب أفريقيا ضد الإدارة الأمريكية بوصفها داعم رئيسي للجيش الإسرائيلي والإسرائيلي في حربها ضد غزة. هي عمليا
أخي حرب ضد المستشفيات، ضد المدارس، نعم ضد الجامعات، سيد ضد وسام، الكوادر التعليمية، نعم ضد الأطفال والنساء، ضد كل سيد شيء. وسام، أين المقاومة التي استهدفها؟ أين القيادات سيد وسام، العسكرية؟ عفوا على المقاطعة، دعني أتوجه لدكتور صلاح الخواجة. دكتور صلاح الخواجة، هذا فيما يخص الدعم الأمريكي المستمر للكيان الذي تفضلتما بخصوصه، لكن ماذا عن لو نعود إلى غزة وإلى الأراضي المحتلة؟ المقاومة الفلسطينية في يومها 127 ما زالت حاضرة وحاضرة بقوة، وتوجه ضربات موجعة للكيان الصهيوني، وأيضا التكلفة والاقتصادية باتت باهظة، وآخر هذه التداعيات هذه التكلفة هي تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني. في رأيك هذين العاملين دكتور صلاح الخواجة ألا يسرعان بتوقيف أو عرقلة مخططات الكيان في غزة؟ دولة الاحتلال لن يرعبها الاقتصاد بالمعنى الضغوطات الاقتصادية، لأنها تدرك تمام أن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية التي ستوفر لها كل الإمكانيات، ولم تكن في أي من الحروب التي قامت بها سواء في لبنان أو إطلاق عدوانها على بعض الدول العربية أو محاولة الابتزاز لبعض الدول، كانت دائما التكلفة من يدفعها الولايات المتحدة الأمريكية. نحن ما نراهن عليه هو صمود المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية الذي تتعرض لانتهاكات مستمرة وقتل بشكل يومي، 5 شهداء في أقل من 24 ساعة في مناطق مختلفة كانت في الضفة الفلسطينية، وأكثر من 7000 أسير حتى اليوم منذ 7 أكتوبر تم اعتقالهم في سجون الاحتلال، وهذا والعمليات مستمرة، وبالتالي كل الضفة وقطاع غزة مستباحة بأشكال أخرى. هذا ما يذكرنا ما جرى في عام 48 حينما ارتكبت ضد 500 قرية وبلدة ومدينة 500 مجزرة ومحاولات إبادة جماعية إضافة إلى خطة التهجير. اليوم ما يجري في قطاع غزة هو ما جرى بأكثر تطور وعلى مرأى ومسمع الجميع وأمام وسائل الإعلام، مجازر يومية وارتكاب أخطر القضايا ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها الطفلة هند الذي أظهر أمام وسائل الإعلام أن هناك محركة نازية ارتكبت بحق الفلسطينيين في عملية إعدام الطفلة وحرقها وأثناء مناشدتها لأهلها وهي في السيارة، وثمن أيام وهي مفقودة مع 6 من الشهداء من عائلتها. نحن اليوم أمام مواقع مختلف وأمام سياسة مختلفة وأمام إجراءات مختلفة، لا يمكن النظر أن هذه الإجراءات قد تتوقف من خلال التنديد والاستنكار والإدانة. هذا الموقف نعتمد بصمود أهلنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة بالضغط على أهالي المختطفين الإسرائيليين الذي بدأوا بحراكهم الأوسع. هذا أكثر رهان لنا، وهذا أكثر القضايا الذي يمكن أن يقرب من إمكانية إسقاط نتنياهو وحكومته، ولكن حتى الآن بظل وجود التحالف اليميني المتطرف لبن غفير وسموتريتش ونتنياهو، ستبقى هذه الحكومة في إطار الكنيست محمية ب 64 عضو كنيست لحمايتها. ولكن استمرار الضغط الشعبي والضغط على بعض من أعضاء حزب الليكود قد يساهم في حجب الثقة عن حكومة نتنياهو وإسقاطها، وبالتالي الرهان الأكبر لنا هو على الضغط الداخلي والتناقضات الداخلية والخلافات الداخلية، نعم، في إطار الأحزاب الإسرائيلية التي تجمع جميعها على ضرب الشعب الفلسطيني، شكرا، وتجمع كافة هذه الأحزاب على استخدام كل شكرا القوة سيد ضد شعبنا في صلاح الخواجة. ولكن المصالح صلاح الخواجة، دكتور صلاح الخواجة، شكرا جزيلا لك، الخبير في شؤون الاستيطان من رام الله، آسف على المقاطعة، وقت هذا البرنامج داهمنا، وأيضا شكرا لك دكتور وسام عطالله الباحث في شؤون القانونية والسياسية، كنت معنا من اسطنبول، وشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدينا، وتغطيتنا للحرب الهمجية على قطاع غزة مستمرة.